مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، مشاهدي القناة الجديدة، الموقع المارك 24 تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذا البث المباشر. رقتي الجمعوية عثمان جدي عفوا، كذلك عثمان جدي اليوم استضفت القناة بعدما اتصلت بها، لأن كما سبق وقلت تم المنع ديال الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والتنموية هنا بإقليم الفقيه بن صالح. للمرة الثانية كنبغي نشكر قناة ماروك 24 على هذه الاستضافة. فعلا اليوم تعرضنا للمنع من تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالخروقات والفساد الذي يعرفه القسم الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الفقيه بن صالح. تعرضنا اليوم للمنع من طرف القوات الأمنية وباشا المدينة، يعني بعد ما بدينا تنتجمعوا واحد مجموعة ديال الفعاليات الجمعوية، جا باشا المدينة أولا حجز لنا اليافطات وقالنا بأن هذه الوقفة راها ممنوعة. قلت ليها سيدي، قلنا لي احنا الاخوة اللي كانوا باننا رحنا راسلناك عبر البريد باننا نديروا لك اشعار وفقا للقانون تنظيم هذه الوقفة. قال لك لا ما غاديش دير، في حين انه ما تمنعاتش البارح وقفة اللي كانت تنظمت في الشارع الحسن الثاني بالليل على تضامنا مع فلسطين. هاد الباشا اللي تيقول لك انا عندي اوامر باش ان هذه الوقفة ما تدارش في الحالة الطوارئ هذه اللي كاينه دابا ديال كورونا. هاد الباشا داروا لي عيد الميلاد في البلدية في عز ايام كورونا، مني كان الحجر صحي حتى واحد ما تيخرج. لمن داروا عيد الميلاد الباشا، نظموا لي عيد الميلاد داخل البلدية ديال الفقيه بن صالح، وهذا الشيء وصل الإدارة ديال الداخلية، الوزارة الداخلية، وجاء انذار. واش هاد الباشا اللي جاي دابا بطريقه استفزازيه كون غير جاب واحد الحوار، واحد الطريقه ديال الحوار او دي ولا هادي ولا هادي، ممكن انك شحال ديال القوات ديالو؟ ما العدد لا يحصى، القوات المساعده، الامن، زعما واحد بواحد الشكل كبير، واحد الشكل كبير كاننا بغينا نديروا شي وقفه اللي ما عرفش. المهم حزنا اليافطات ومنعنا بدعوى ان هناك تعليمات بان باش ما دارش الوقفه في هذا الوقت هذا ديال كورونا، في حين ان هو دار عيد الميلاد في البلديه في عز ايام كورونا اللي كان الحجر الصحي شامل حتى واحد ما تيخرج، ودار لي عيد الميلاد بالحلوى وبالمناضه واحتفال، وان الخبر ديال عيد الميلاد ديالو اللي تنظم توصلت به الداخليه وجاه انذار، وهو راه عارف هاد الحوايج هادي. ثانيا اننا تعرضنا لواحد الاستفزاز من طرف واحد العميد ديال الشرطه اللي الله تعين جديد في مدينه الفقيه بن صالح، ما بغيتش نذكر الاسم، انا لا داعي نجي نذكر الاسم، اللي هو تيكون نائب ديال رئيس المنطقه الامنيه اللي كنبغي نشكره من هذا المنبر. هاد العميد الشرطه اللي الله تعين جانا بواحد الطريقه وكاننا عنده ديك العقليه السلطويه القديمه. انا بعد خطره تنشوفوا انه تيكون تيدور في المدينه في الطوموبيل، ما عمره شتو غادي على رجليه، ديما هو غادي على الطوموبيل، ولو انه يشوف فوضى في الشارع ما تينزلش. الا كان هاد السيد هذا اللي جيتي منع فينا من الوقفه بهذيك الطريقة، بغيت تحاور معنا تكون عندك واحد اللغة ديال الحوار وديال التواصل بالطريقة اللي هي تكون لبيقة ونتحاور معاك كما رئيس المنطقة الأمنية اللي كاين دابا اللي معين، وكنبغي نشكره من هذا المنبر لأنه إنسان كفأ، إنسان ديال التواصل. أما أنت السيد العميد اللي الله تعينتي راه عندك عقلية سلطوية قديمة، إلا كنتي أنت نيت أنك جاي كما تنقول لك، إلا كان هذا السيد جاي وعنده غيره بغى يخدم يمشي يشد التجار
ديال الكوكايين وتجار المخدرات. انزل شوف المدينه اشنو اللي واقع فيها. انت ما تتبانش في الساحه، اول مره شفناك بنتي في وقفه احتجاجيه، علاش من تكون ديز في الطوموبيل تنشوفك انا ماشي مره ماشي جوج، وتدوز من الشارع وشي جار واقع وما تتدخلش، ما عمرك شتك غادي على رجلك ولا انك تتدخل تتسيركيلها في الطوموبيل وجايب ولا انك تتعامل بينا بطريقه اللي هي استفزازيه. اليوم تمنعنا من الوقفه اللي كنا بغينا ندو بها الخروقات اللي تتمارس داخل القسم الاجتماعي المبادرة للتنمية البشرية التي تسطر عليها عامل إقليم الفقيه بن صالح. نقول لكم علاش يتسطر عليها عامل الفقيه بن صالح، غير باش نكونوا واضحين، لأن الجديد اللي جانا الإخوان هناك مستشارة ثانية بجماعة حد بموسى هي عضوة بالمجلس الإقليمي، جماعة قروية، جماعة قروية وعضوة بالمجلس الإقليمي وعضوة باللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفادت من المبادرة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أكثر من مرة باسم جمعية، كما استفادت من الدعم من تعاونية كم من مرة، كما تأهلت من الاستفادة من مشروع وهمي برسم سنة 2020. هناك مستشارة جماعية أخرى سبق لي تكلمت عليها في واحد المجموعة ديال الفيديوهات اللي كاينة في ولاد ناصر، استفدت جوج المرات من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كاينين الناس اللي ميسورين اللي سبق لي السي فتاح انني درت معك واحد الفيديو، ناس اللي ما يتساهلوش انهم باش يستافدوا واستافدوا في حين تتم اقصاء الفئات الهشه اللي خاصها تستافد من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. احنا اليوم تمنعنا من وقفه اللي هي حق دستوري ديالنا اننا نضموا وقفه، كنا جايين انا اليوم شفت انا مع ثلاثه الوقفات الاربعه كاينين في المغرب امام محاكم، محامو البارح نضموا وقفه امام المحكمه، علاش بالضبط منعتوا هذه الوقفه؟ كاينه تعليمات ديال العام يلا تتجمعوا، كنا حنا حواري يلا تنتجمعوا، العدد اللي كنا واصلين ليه قويله كانت شي 15 ولا 20، كان يلا يعني الوقفه اللي كانوا داعين لها الجمعيات على الساعه 11، بمجرد حنا وقفنا خمسه الناس جاو منعونا وجانا الباشا والعميد اللي قلت لكم بواحد الطريقه اللي هي اللافتات اللي كانوا عندكم صادرون حجز لينا الباشا اليافطات. شحال واحد اللافت؟ يا خمسه خمسه ديال اللافتات، خمسه ديال اليافطات ماشي لافطات، يافطات يعني دوك الكارطون اللي تيكون مكتوب فيهم مكتوب خمسه تندوا بالخروقات وحجزهم هزهم. شنو يا خروق تحجز؟ ومنعونا اننا ما نبقاوش في البلاصه بواحد الطريقه اللي هي استفزازيه وقمعيه، خصوصا من طرف العميد ديال الشرطه اللي يلاه تعين جديد مدينه الفقيه بن صالح، اللي كنطلب منه الا بغيت تمارس الخدمه ديالك وانك تتمثل الاداره ديال الامن الوطني سير قلب على تجار المخدرات وما تبقاش تدور على الطوموبيل ديالك تتستهلك في البنزين ديال الدوله، تحرك وسير قلب على تجار المخدرات وعلى تجار الكوكايين وربما راك تدوز عليهم، وهذا الشيء ربما راك كتشوفه انه تيوقع. شحال من خطره كنشوفك انا انت تدوز على السياره ديالك ديال المصلحه وفوضى في الشارع وما تتنزلش، ما عمرك نزلتي من السياره ديالك، واليوم جاي باش تمنعنا من وقفه. جي ايه عندك تعليمات باش تمنعنا ولكن بطريقه حضاريه ويكون عندك واحد اللغه ديال التواصل كما عند رئيس المنطقه الامنيه الحالي، تكون عندك اللغه ديال التواصل وتمنعنا بطريقه اللي هي تكون نتقبلوها، تقول بانه ديال اللي كاين ما تجيناش بهذيك الطريقه لا انت ولا الباشا. واش السيد الباشا انت اللي تتمنع فينا اليوم من وقفه تتقول عندك تعليمات وانت مدير ليك عيد الميلاد في عز ايام كورونا؟ شهر ثلاثة تنتعرضوا لواحد المجموعه ديال المضايقات، كاينين دابا ناس اللي تنسميهم انا بياطق ديال المخزن وديال السلطه فتحوا حسابات فيسبوكيه مستعاره وتيسبوا ويقذفوا فيا.
انا هاد الناس شنقول لهم؟ الله يهديكم، راه الراي العام عارف شكون اللي هز، شكون اللي عنده غيره على المدينه وشكون اللي ما عندوش غيره على المدينه. عايروا قولوا داكشي اللي بغيتوا، راه القضاء كاين. الا كنت انا قلت شي حاجه اللي ما هياش، اللي قلت في حقه شي حاجه اللي هي ما كايناش، القضاء راه كاين. اما نتوما اللي تنسميكم بياطق ديال المخزن وتتاكلوا وتشربوا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هي باش عايشين. ونطوا دابا كتعرفوا المنسوجه ديالو الاسم؟ معروفين 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 معروفين، لان كلشي معروف معروفين. لا داعيه مني غادي نوصلوا للقضاء، هادشي راه كامل دابا تيتسكانا وكلشي. انا ما غاديش نسمح في حقي، وهاد الناس عارفهم شكون هما وغادي تعرفوا. والراي العام او القارئ اللي متبع هذا الملف راه عارف شكون اللي هز غيره وشكون اللي بيطق ديال المخزن. واللي نسميه راجل يدير الخرجات ويفضح الفساد اللي فضحت انا. كما انني ما زلت بغيت نعاود واحد التساؤل ديال واحد السيده مستثمره، اشنا هي العلاقه ديالها مع العامل؟ تتجي للعماله وكان ما عرفتش شكون اللي داخل العماله، ما كتدخلش من العماله من الباب اللي تيدخلوا المواطنين. هاد السيدة مستافدة من واحد المجموعة ديال المشاريع. نعم. بإقليم الفقيه بن صالح، ماشي غير من المبادرة، معروفة. وهاد الشيء اليوم اجتمعنا بالخصوص ديالو جمعيات، واحد المجموعة ديال جمعيات المجتمع المدني، غادي نوجهوا رسالة للسيد وزير الداخلية الفتيت والجلالة الملك. ما بقاش فين تدخل البيبان هنا في الجهه اللي سمعناه هو ان جا استفسار للعماله بخصوص الفيديوهات اللي كانت نشرات وهذاك الشيء. حنا ما شغلناش شنو اللي جاوبوا في الفيديوهات ولا شنو اللي ما جاوبوش. حنا السي فتاح اللي تندو به هو الخروقات اللي كاينه والفساد داخل المبادره الوطنيه. علاش انا اليوم مني نط وتنفضح الفساد ناضو تنشوف اخوان اللي تياكلوا من الغنيمه وتيرضعوا من البزوله ديال المبادره، دايرين اسماء مستعاره وتعيروا فيها. عيروا الراي العام، راه غادي يحكموا على الراي العام، عارف شكون اللي تيهضر على الصواب. انا ماشي طبال ديال المخزن، انتم اللي طباله ديال المخزن نفتو تتفتحوا في اسماء مستعاره وتتعيروا في عثمان جدي. علاش؟ لان عثمان جدي عرى على واحد الفساد اللي كان مستور وما حتى واحد ما قدر يهضر عليه. سي عثمان في النقطه بالضبط، واش ما عمرك فكرتي انك انت تنضم الاغلبيه ديال الناس اللي كيقولوا خلي دوك التواصل ما عندنا ما نديرو، لا وتمشي تغوص راس مثلا؟ لا لا لا، ولكن شنو احنا اللي تنطالبوا هو فتح تحقيق. علاش هاد الناس تصيب اليوم هاد المخزن اللي جا بهاد الطريقه والامان؟ ما عمري شفت انا هاد الكثافه ديال الامن وديال القوات المساعده وديال المقدمين، وراه لا يحصى. راه عدد كبير وكاننا راه ما عرفتش نقول لك، راه ما عرفت 15 سياره زائد الاعوان ديال السلطه زائد هادي زائد بواحد الشكل اللي كبير. وحنا راه عارفين، شوف كنا تنشوفوا ناس في السلطه تتنظم حفلات تهزوا البلاطوات من الحفلات ديال الحلوى وتيديوهم، وهذا الشيء كنا تنشوفوه بعينينا. باش تشوف ان رجل ديال السلطه تدعي النزاهه ودير فيها عمر بن الخطاب، وراه الميساج معروف لمن تتجمع في البلاطوات ديال الحلوى من المركب الثقافي. انا صايم وتنصوم، واش اللي تيصوم تيدير البلاطوات ديال الحلوى؟ شفتك شحال من مره، ولا بغيتي الدليل نجيبو لك الشريف. رانا عارف الميساج لمن مرسول، هزيتي البلاطوات تتهز التمر من الحفلات اللي تيكونوا من في الخروقات ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وهذيك المؤسسه اللي راه ركبناها في العنوان. لا غير حنا كجمعيات قررنا اليوم اننا غادي نوجهوا شكايه للسيد وزير الداخليه لفتح تحقيق في الاسماء اللي استفدت من المبادره. الشيء راه خيم من عمر،
واخا يمنعونا من الوقفه راه بغيتو تفديو داكشي واحد. حنا بغينا ان ان القسم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تنبش في الملفات ديالو، لان هناك راه كما قلت وزلت نقول في الكلام ديالي راه اشياء اللي هي خطيره تتمارس داخل القسم، راه السمساره كاينه. حنا غير هاد الناس اللي قلنا مستشارين جماعيين وناس في المبادرة والناس اللي هما أعضاء في المجالس القروية وتيستافدوا، وكاين اللي مستافد 6 مرات 7 فلوس ديال المبادرة. هذه المدة كلها على هاد الخروقات، أنت ذكرتي واحد المدة طويلة في مسار هذه المشاريع وهذا الشباب اللي طالبوا بهذه المشاريع وترفضوا لهم هذه المشاريع، شكون اللي كيغطي على هاد الناس؟ هاد الناس من المسؤول عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدرجة الأولى في الإقليم؟ هو عامل إقليم، يعني عامل الإقليم راه هو المسؤول، عامل الإقليم هو من يتحمل المسؤولية مع باقي الموظفين، عامل الإقليم هو من يتحمل المسؤولية. حنا كنتسائلوا كما جات واحد السيدة كما سبق لي قلت لك بأن التي تلقبوها بالمرأة الحديدية داخل مدينة الفقية بن صالح، حنا هذه السيدة نكن لها كامل الاحترام، ولكن بغينا نعرفوا شكون اللي وراها باش انها استفدت بواحد المجموعه ديال المشاريع، مجموعه الدعم، وهي دابا غادي تستافد من كما قلت لك ديك المره من المركب ديال الفروسيه باش غدير فيه الطابخ، وهادي غير ما يكونش مشروع اللي هو ربحي، وهي مستافده عده مرات ونظمت واحد المجموعه ديال الانشطه وتمولات ليها من الماليه ديال العماله. شكون هي هاد السيده؟ بغينا نعرفوا شكون هي هاد السيده وشكون اللي واقف من وراها. سي عثمان واش ما كتشوفش ان النبش في الملفات تاع القسم الاجتماعي والمؤسسه ديال الابتكار والتنميه غادي يزرك ملفات اخرى اللي تا هي فيها خروقات وغادخل واحد المتاهه اللي ما بقاتش غاتسال؟ بحال اش هاد الملفات؟ وضح ليا. الملفات اللي ذكرتي اول امس البارحه المركب يمكن قلتي ديال الفروسيه قلتي شي وحده دخلت لتما وتعطاها. لا هادشي حنا هادشي تنطالب الملف حنا هادشي تنطالبوا بفتح التحقيق، لان كاينه فوضى في الفقيه بن صالح، راه كاينه فوضى بالنسبه لا بعض الجمعيات اللي تياخذوا في الدعم طريقه ولا ديال المبادره، راه المبادره راه حشومه، واحد يستافد 6 مرات و7 راه حشومه نشوفوا ان كاين تحايل، مره هو داير تعاونيه مره هو داير شركه، غير نفس الناس كاينين بعض الخطرات الناس غير تيمشيو واش تيديروا دوك الجمعيات ولا الناس في التعاونيه تيقلبوا غير الصفه ديالهم داخل هذيك التعاونيه، هذا الا كان الرئيس تيقلب تيمشي لاخر يدير نائب مال، تيمشي لاخر يدير هذه وتيبقاو يستافدوا، يعني والغنيمه تتوزع والفساد تنخر عماله في الفقيه بن صالح. تيبان لي بركه نكتفي بهذا القدر، لان باش حتى المشاهد الكريم يسيب لي هذا النقاط ويعرف غير باش فوالا الى طولنا لا ما غاديش ماشي غادي نطولوا، غير حنا يعني اللي بغينا نقولوا بالنسبه للراي العام الجديد هو راه جا استفسار العمل ديال الفقيه بن صالح بخصوص الفيديوهات اللي تنشرات، واننا اليوم كجمعيات غادي نراسلوا السيد وزير الداخليه وجلاله الملك وغادي نرسلوا رساله للمدير العام للامن الوطني بخصوص العميل اللي تعامل معنا الصباح اثناء المنع ديال الوقفه الاحتجاجيه بطريقه قمعيه، ما نسكتوش على حقنا وما يحجزش لنا اليافطات، لانهم هما كسلطه او كقوات امنيه جيو اولا هضروا معنا بواحد الطريقه اللي هي لابقه، الاخوان راه اللي كاين حنا بمجرد ان جينا بواحد الطريقه وكاننا تنشوفوا وقفات في مدن اخرى تتنظم، هي وقفه تنظمت البارح وقفات امام المحاكم، علاش؟ لان هذه الوقفه منعات لان على المبادره ديال الوطنيه للتنميه البشريه وتعليمات من العامل باش ما يجوز نفضحوا، وحنا هما باش تعرف الذكاء ما كاينش، راه هذاك الشيء اللي تقال في واحد الفيديو الصباح واللي تقال في هذا الفيديو كثار من اللي كان غيتقال في الوقفه، وما الوقفه كنا بغينا ندو غير بالخروقات اللي كاينه. كنا بغينا غير ندو بالخروقات اللي كاينه، كان اخر كلام عثمان جدي الجمعوي اللي اثار الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك الضجه على مستوى عماله الاقليم في صالح المبادره الوطنيه للتنميه البشريه مؤسسه التنميه والابتكار، كنا مع عثمان جدي بهذا البث المباشر. كنت محب جميع ملفات سي عثمان، شكرا على سعه الصدر ديالكم، شكرا كذلك للمشاهدين الكرام، شكرا كذلك لمغاربه.